عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن مسيرات المنتدى لا تؤثر على أجندة الحكومة وإن نتائج الحوار ستطبق. وزارة البيئة والتنمية المستدامة ومركز الأمم المتحدة للأبحاث ينظمان ورشة تكوين بنواكشوط حول جرد مادة الزئبق. المباني الإدارية بولاية تاغانت أبرز آثار المستعمر الفرنسي بالمنطقة، ذاكرة الشعبية تحتفظ ببعض التفاصيل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين الشيخ إن مسيرات ومظاهرات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لا تؤثر على أجندة الحكومة. وأضاف الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن الحكومة ستطبق مخرجات الحوار الوطني الأخير وفق آلية تطبيق قال إنها ستوضع سريعا. دعوة مسيرته، نحن مسيرات المنتدى ومظاهرات، هذا الشيء نحن مهم عندنا لأنه يعبر عن الديمقراطية وأنه يعطي أيضا مظهر من مظاهرة الحرية التظاهر وحرية التجمع وحرية التعبير اللي تنعم بها البلاد. ولذلك مظاهراته ومسيراته أنت نفسك تعرف أنها ما تغير شيء من واقع الحكومة ولا أجندتها، وإنما الاستعلاء على الدستور هي موعده اللي له يحدد له حسب برنامج الحكومة، وهو التزام من الحكومة أنها تطبق نتائج الحوار اللي اتفق عليها بين المتحاورين، وسيطبق وتوضع آلية تطبيقه سريعا إن شاء الله، وحينئذ ستعرف. قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة مبارك فال، قالت إنها قامت بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للاطلاع على أوضاع الجالية الموريتانية هناك. وأضافت بنت مبارك فال أن الجالية الموريتانية طرحت العديد من التحديات والمشاكل المختلفة وأن الحكومة ستسعى إلى إيجاد حلول لها خلال الأسابيع القادمة. كانوا طرحوا قدر من القضايا اللي مهمة وقطعا عنها اليوم في ذا البيان اللي قدم في مجلس الوزراء انذار ودور إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن شاء الله يبدأ إن شاء الله إيجاد لها إن شاء الله طرح لها خطة جديدة من أجل إن شاء الله حلها ذوك القضايا اللي عندهم. جالية مهمة وجالية نختار هون أيضا بالمناسبة نشكرهم اولا لاستعدادهم، نشكرهم ايضا على تمثيلهم للبلد، وهذا اللي حثيتهم اللي ايضا عليه، حتى لانهم كيف تعرفوا كل مواطن موريتاني في الخارج سفير البلد ويمثل صورته في البلد وذاك البلد اللي هو متواجد فيه، وبالتالي حثيتهم على انهم على حسن تمثيلهم للبلد وايضا على احترامهم للقوانين لذيك البلدان اللي هم فيها، لانهم الصوره اللي يعطوا هم عنهم كأشخاص هي الصورة اللي تتمثل عن ذاك البلد عن موريتانيا، وبالتالي كل واحد منهم مسؤول عن مثلا تمثيل البلد، وهذا الشيء اللي طلبناه منهم لأنه حق البلد أيضا عليهم أنهم يعودوا يقدموا عنه صورة إيجابية. قالت الأمينة العامة للحكومة الموريتانية زينب بنت علي سالم إنها تقدمت ببيان لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس يقضي باستحداث خلية تنسيق للمستشارين القانونيين للوزارات من أجل متابعة القوانين حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية. وأضافت بنت علي سالم خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن البيان يسعى إلى تنشيط العمل القانوني وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل إرساء دعائم دولة القانون. مكلفة وكفيلة بأنها توفر القوانين المعمول بها والتوثيق اللازم لجميع وكلاء، سواء تعلق الأمر بالقضاء سواء تعلق الأمر بوكلاء الإدارة. والضمن هذا البيان طبعا استحداث خلية تنسيق على مستوى الوزارة للمستشارين المكلفون بالتشريع القانونيين في الوزارات.
هذا المستشارين القانونيين كل وزارة لها عود مستشارها القانوني فصيلة بجميع زملائه على أساس أنهم يكونوا خلية موحدة لمتابعة القوانين من مثلا تعدالها من مجلس الوزراء. إذا أخذنا مثلا على سبيل المثال قانون معين مازال مشروع قانون إلين يجي الجمعية إلين يجي البرلمان إلين يصادق عليه منين يرجع إلين يوقع سيد رئيس الجمهورية بسام برومي القاسم إلين انتشر وعود ساري مفعول في الجريدة الرسمية. وهذا طبعا أمر كان محتاجين له لأننا نعرف أنه طالما بعض النصوص تتعثر سواء على مستوى البرلمان وسواء على مجلس الوزراء. نظمت في العاصمة نواكشوط ورشة تكوين بتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة ومركز الأمم المتحدة للأبحاث حول جرد مادة الزئبق. وقال الأمين العام للوزارة مادي ولا الطالب إن ورشة التكوين تأتي في إطار معاهدة مينامانا التي وقعت عليها الحكومة الموريتانية والخاصة بحماية الصحة البشرية والبيئية من آثار المواد الكيماوية. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. جرد وحصر مصادر الزئبق عنوان ورشة تحسيسية بنواكشوط منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأبحاث. ويعتبر الزئبق من أخطر المواد الكيميائية تأثيرا على الصحة والبيئة نظرا لاستخدامه في مجالات عدة. يعتبر الزئبق من أخطر المواد الكيميائية تأثيرا على الصحة والبيئة وذلك لشيوع استخدامه في عدة مجالات كمادة خام في معالجة الذهب تقليديا ووجوده في عدة مواد مثل أدوات قياس الحرارة والضغط وبعض المصابيح الكهربائية وانبعاثه أثناء استخراج النفط ووجوده في بعض مواد تبييض البشرة. وتأتي الورشة التحسيسية بعد اجتماع الخبراء بإشراف من برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول كيفية إجراء الجرد الخاص لمصادر الزئبق. هذه الورشة اليوم التحسيسية تندرج في إطار تنفيذ مخرجات هذه الاتفاقية. وسبق اليوم يومين كاجتماع للخبراء شرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيه تدريب حول التعامل مع كيفية الجرد لهذه المادة الخطيرة. وهذه طبعا المادة اللي ينقالها الزئبق مادة محفوفة بكثير من المخاطر وتوجد طبعا كما معدن يوجد كما باقي المعادن في المواد الكيماوية في العالم. اتفاقية ميناماتا تمثل آخر معاهدة دولية في مجال حماية الصحة البيئية والبشرية بعد مفاوضات طويلة وتعتبر موريتانيا من ضمن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. وتنص اتفاقية ميناماتا على أن الزئبق مادة كيميائية وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عالمية بشأنها نظرا لأخطارها الجمع على الإنسان والبيئة على حد سواء. إلى شان منفصل حيث احتجت القابلات الموريتانيات أمام مركز الاستطباب للأم والطفل بنواكشوط للمطالبة بإلغاء مرسوم نظام أسلاك الصحة وفرض زيادة علاوة الخطر وزيادة الراتب الأساسي وتعويض المداومة وتعميمها. ودعت القابلات الجهات المعنية إلى التعاطي مع مطالبها ملوحة بإضراب عام في حال لم يتم تحقيق تلك المطالب. نحن اليوم عندنا هذه التظاهرة، هذه الوقفة مناسبة أساسا نظام الأسلاك الجديد الظالم اللي هاضم حقوق القابلة وقاصيها من التكوين الخارجي وحاد من صلاحياتها وقاضي عليها، وذاك نظام الأسلاك كثيرية هذه النقاط اللي موجودة على اللافتات تندرج فيه نتيجة له، وذاك السبب احنا ناظر من أجل هذه النقاط اللي هي اللي أساسا صادرة عن نظام الأسلاك اللي اصدر اخيرا ونطالب الدوله بمراجعه هذا النظام وتغيير النقاط اللي مؤثره مباشره على القابله تكوينها مستقبلها. لذلك السبب طالبين من جهة المعنيه بصفه خاصه عنها تلفت الانتباه لطلبنا وضروري عندنا وياك تغير هذه تعد المراجعه لهذا النظام وياك نحصل على حقوقنا اللي مهضومه وياك تعود القابله الموريتانيه تقدر تساير القابلات في الدول المشاوره. اللي هذا ستاتي الجديد بعيد من ستاتي القابلات مثلا على سبيل المثال الجزائر وفرنسا.
رياضيا في هذه النشرة، أكدت مصادر من داخل الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أن الاتحادية دخلت في مفاوضات مباشرة مع نظيرتها الجزائرية من أجل خوض منتخبي البلدين مباراة ودية لم يعلن بعد عن تاريخها. وتأتي المباراة المرتقبة بعد خوض منتخب المرابطون مباراتين وديتين أمام نادي الإفريقي التونسي ومنتخب نسور قرطاج. نتابع التفاصيل ضمن هذا التقرير. المرابطون واللقاءات الودية عنوان عريض يختفي خلفه المنتخب الوطني هذه الأيام. لقاءان وديان خاضهما المنتخب الوطني في تونس الأسبوع الماضي، أولهما كان مع النادي الإفريقي التونسي وانتهى بهدفين لمثلهما، وثانيهما كان مع المنتخب التونسي الأول وانتهى بالتعادل السلبي. جديد اللقاءات الودية للمنتخب الوطني في قادم الأيام لقاء منتخب الخضر الجزائري. حسب ما قال الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إنه دخل في مفاوضات مباشرة مع نظيره الجزائري تمخضت عن لقاء رسمي بين الطرفين حدد تاريخه في 7 يناير في العاصمة الجزائر. حسب ما كتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم على صفحتها الرسمية، لقاء منتخب الخضر الجزائري المرتقب يعد الأهم في مسيرة المنتخب الوطني حين سلك طريق اللقاءات الودية منذ شهور، فهل ينجح في تخطي الخضر رغم فارق الفنيات والإمكانيات بين الطرفين؟ ومعنا في الاستوديو الصحفي الرياضي السيد والسيدة، أهلا وسهلا. إذن مباراة مرتقبة لمنتخب المرابطون أمام الخضر الجزائري، لا أي حد تشكيلة كورنتان قادرة على مواجهة وخوض هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. مباراة أعتقد أنها مباراة مهمة للمنتخب الوطني، خصوصا بعد مباراة الأخيرة أمام تونس التي أثبت فيها المنتخب الوطني أنه بات بحاجة إلى عدة مباريات من هذا الحجم، مباريات أمام منتخبات كبيرة، خصوصا أننا هذه المباراة نستفيد منها على المستوى التصنيف الدولي، لأن المباريات الكبيرة هي التي تساعد المنتخب الوطني على تسلق سلم، بدل من منتخبات تكون أمام منتخبات صغيرة لا يستفيد منها المنتخب الوطني أي شيء. على العموم مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري على الأقل لن تكون في يوم المباريات الدولي، لذلك ستكون استفادة منها على مستوى اللاعبين، تجربة أسماء جديدة، محاولة الاحتكاك منتخبات كبيرة، هذا يفيد المنتخب الوطني، وهذا ما شاهدناه في مباراة المنتخب الوطني أمام تونس، استفدنا منها كثيرا، تعادل لأول مرة في خارج أرضيتنا، هذا هو ما كان يحتاج المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يحتاج إلى مباريات كبيرة مع منتخبات كبيرة، الجزائر، تونس، كوت ديفوار، كاميرون، وهذا ما كنا نطالب به دائما. إذا مباراة المنتخب الوطني أمام الجزائر ستكون مناسبة للمدرب الوطني لتجربة أسماء جديدة لتحتك بمنتخب كبير مثل المنتخب الجزائري. هذه أعتقد أنها هي النقطة الأساسية التي يجب أن نركز عليها من الآن فصاعدا، يجب أن نعد أسماء جديدة للدخول في التشكيلة، لأن لدينا مباراة مهمة أمام منتخب كبير سنستفاد منه من خلال احتكاكنا به التجربة، الاحتكاك بأسماء كبيرة، هذا مهم. حتى ولو كانت مباراة، حتى الآن الحديث عن مباراة منتخب الجزائري ستكون في فترة لن تسمح الأندية بتسريح اللاعبين للمنتخب الجزائري، إذا سيكون المدرب الجزائري سيعتمد على أسماء وطنية، وستكون مهمة له، لأن هذه الأسماء ستحاول أن تثبت جدارتها وتدخل إلى التشكيلة، تشكيلة المنتخب الجزائري. على مستوى المباراة المنتخب سيستفيد على مستوى الترتيب وعلى مستوى التجربة، لكن يعني على مستوى الأداء إلى أي حد هو قادر فعلا على خوض لقاء كهذا؟ الآن في إفريقيا لم تعد توجد هناك منتخبات نقول إنها صغيرة، حتى أن منتخبنا الوطني مباراته أمام جنوب إفريقيا أمام الكاميرون قدم مستويات طيبة، أمام تونس تعادل في تونس وهذا مهم، مباراتنا ضد الجزائر لن تكون في أيام الفيفا، إذا لن تكون مهمة على في ناحية تسلقنا للسلم ونستفيد منها من تلك الناحية، سنستفيد منها من خلال الاحتكاك بلاعبين
كبار لاعبين يحاولون إثبات أنفسهم في التشكيلة الجزائرية، إذا ستكون مباراة للاستفادة. إذا علينا أن يجهز المدرب الوطني باتريس كورنتين مارتينز لاعبيه لخوض هذه المباراة التي تعتبر بمثابة الاختبار الحقيقي لتشكيلتنا، ليستفادنا لاعبون جدد لنعرف مستوانا الحقيقي، هل أصبحنا قادرين على منافسة منتخبات كبيرة أم أننا لا قدر الله ما لم نصل بعد إلى تلك الدرجة. إذا مباراة المنتخب الجزائري ستكون مباراة مهمة للمنتخب الوطني، سيستفيد منها المدرب على المستوى الاحتكاكي بمنتخب كبير مثل المنتخب الجزائري، سيستفيد منها اللاعبون الجدد الذين ننتظر أن يدخلوا التشكيلة من جديد، لأن عودنا المدرب على في المباريات التي لا تكون في أيام الفيفا على تجربة أسماء جديدة، وهذا مهم. لذلك أعتقد أن يعني انطلاقا من التجربة الأخيرة، المباراة الأخيرة الودية أمام تونس، يعني ما الثغرات التي ظهرت في تشكيلة المنتخب؟ المباراة أمام تونس المدرب اضطر إلى أن يلعب بطريقة جديدة، ليس الطريقة المعتادة له، اللعب بطريقة جديدة ربما لغياب بعض العناصر خصوصا بسام المصاب وعدم تمكن اللاعب مؤمن ياسر المتألق الآن في لبنان. إذا لعب المدرب بطريقة أخرى مقايرة مما جعله يلعب بطريقة استفاد منها المنتخب، لأنه لعب بلاعبين لأول مرة يزوج بهم في تشكيلة بهذه الطريقة، يزوج بأربعة لاعبين في وسط الميدان لأول مرة ويترك لاعب واحد واللي هو بيلي وجاكتي في الأمام. إذا هذه كانت فرصة للمدرب لتجربة خطة جديدة، كان دائما يلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة، إذا هو اليوم استفاد من هذه الغيابات أنه لعب بخطة أخرى استفاد منها المنتخب، بدت مناسبة له كثيرا وهي هذه الخطة التي لعب بها أمام تونس. وإلى حد ينبغي يعني التركيز على هذه الخطة واعتمادها في المستقبل؟ أعتقد أن ذاك صعب، ذاك ترك لكل مباراة حساباتها، إذا لا أعرف المدرب ستكون هذه هي خطته المناسبة دائما المباريات الكبيرة أم أنها فقط للضرورة استفاد منها ولعب بها هذه المرة. إذا أنا بالنسبة لي أعتقد أنها خطة كانت ناجحة وهي التي تناسب مستوى منتخبنا الوطني، لأن لا يجب أن نلعب دائما بطريقة واحدة هي التي نلعب بها وفي النهاية نخرج بخفي حنين. هذه كانت خطة أعتقد أنها هي الأنسب للمنتخب الوطني في هذه الظرفية، مع بعض القيادات التي ربما أثرت أيضا على 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 المنتخب. طيب عدد الخطط يعني الخاصة بكل مباراة، إلى أي حد يعني المنتخب لديه أسماء قادرة على خوض المنافسات بغض النظر عن قوة أو ضعف المنتخب الخصم؟ في الحقيقة المنتخب الوطني لم يصل بعد إلى تلك المرحلة التي نقول إنه منتخب بات قوي قادر على أنه يلعب بطريقة هجومية بحتة، لم يصل إلى تلك الدرجة، لأن طبيعة الأسماء اللي عندنا ما زالت أسماء بحاجة أيضا للمزيد من المباريات الدولية، المزيد من الاحتكاكات، المزيد من اكتساب الخبرة. إذا المدرب لازم دائما في كل مرة يحاول أن يجرب طريقة جديدة، يحاول أن يجرب أسماء جديدة، يزوج بأسماء جديدة، يغير في طريقة اللاعب، يغير في تمركز بعض اللاعبين، يلعب مثلا بلاعب على الجناح الأيسر يلعب به على الجناح اليمين، لازم من التغيير لأنك أنت ستخوض عدة مباريات ستحتاج مرة يصاب لك لاعب، لازم يكون عندك بديل. إذا لازم هذه المباريات الكبيرة يستفيد منها المدرب في هذه الناحية، أنه سيجرب خطط جديدة، يجرب طريقة تمركز لاعبين بطرق وحتى طريقة استبدال لاعبين، الوقت المخصص لكل لاعب، هذه هي قيمة هذه المباريات. المباريات الكبيرة يجب على المدرب أن يستفيد منها، لا أن تكون مجرد مباراة من أجل حسم نقاط نستفيد منها على مستوى التصنيف الدولي أو هكذا، يجب أن يستفيد منها اللاعبون لاحتكاكات مع لاعبين كبار، يجب أن تعطي الثقة للاعبين من أجل خوض مباريات أخرى كبيرة كأي مباراة منتظرة. إذن الصحفي الرياضي السيد والسيد شكرا جزيلا لك. لا شان منفصل، حيث تشكل المباني الإدارية بولاية تقانت أبرز آثار المستعمر الفرنسي بالمنطقة، وتحتفظ ذاكرة الشعبية بالكثير من التفاصيل عن تلك الآثار وعلاقة المنطقة والسكان بها. تابعوا المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. لا حديث يعلو في ولاية تقانت على الحديث عن مقاومة المستعمر الفرنسي إبان محاولاته للسيطرة على تقانت التي تعتبر بوابة على آذرار،
مقاطعة المجرية الواقعة جنوب تجانت لا تخفي آثارها تمركز المستعمر فيها وما خلفه من بنايات لإداراته وإقامته. في هذا البيت كان يقيم الضباط الفرنسيين، وفيه كانوا يخططون لصعود هضبة تجانت، وهو ذاته البيت الذي تحول فيما بعد الاستقلال لإقامة الحاكم الموريتاني. مهيبة هي تجانت بجبالها ووديانها وواحاتها التي تعد المورد الاقتصادي الأول للولاية. مدينة النملان شاهدة هي بدورها على جزء من تاريخ مقاومة الولاية، حيث جرت جنوبها معركة النملان بين المقاومة وجنود الاحتلال الفرنسي، وما زالت ذاكرة السكان تحتفظ بالكثير من تفاصيلها. لحقوا هذه الصفحة اللي سرقنا من هون عليها، شايف اللي ينعتب منين مات النصراني الكبير، وياك اليوم ماتوا ضباط ونصارى، وانشرح واحد قبل ما اللي مات ما تشقشه. نين لحقوا لك الصفحة قداو عليهم المقاومين النار، حقهم اللي قابلين بلد قدامهم استراتيجي، يقولوا له جرايف غرك ومتقابل مع الوكتلهم على الصفحة. خلفت معركة النملان عددا من القتلى في صفوف المستعمر، كما سقط فيها عدد من الشهداء. وكرد فعل على الهزيمة استهدف المستعمر مدينة الرشيد وقصفها بالأسلحة الثقيلة، وما زالت أنقاض المدينة شاهدة على حجم الدمار آنذاك. معارك عديدة وغارات متعددة على مدينة تشقجة. هذه الحالة من الهجمات الدائمة شكلت بالنسبة للفرنسيين خطرا حقيقيا، دعاهم إلى أن يحسموا ما يسمى بمدينة الرشيد حسما عسكريا. ونلاحظ أن أول طلقة يطلقها الفرنسيون قتلت مربض الخيول، كما مكان هذه الشجرة بالذات كان مربض الخيول، ومات ثلاثة أو أربعة من خيول الجماعة. وفي تشقشة عاصمة تجانت ما زال نصب قبر كزافي كبولاني مهندس عملية استعمار موريتانيا شاهدا على تاريخ من المقاومة يستحق الكتابة، وما زالت وديان تجانت وواحاتها وآثارها بحاجة إلى استكشاف. محمد ناجي، مدينة تشقشة، عاصمة ولاية تجانت، قناة المرابطون. إلى الشأن الفلسطيني، حيث احتضن قطاع غزة النسخة 10 من مؤتمر القدس العلمي بمشاركة علماء ونواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني ودعاة ومثقفين ومهتمين وأساتذة جامعيين وشخصيات وفعاليات فلسطينية وإسلامية. نتابع. القدس في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، واقع ومستقبل. تحت أفياء هذا العنوان انطلقت بمدينة غزة أعمال مؤتمر القدس العلمي 10 بتنظيم من مؤسسة القدس الدولية ورعاية من حركة البناء الوطني الجزائرية، وتمثيل من علماء ونواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني ودعاة ومثقفين ومهتمين وأساتذة جامعيين فلسطينيين. النائب أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في قطاع غزة أكد أن تدنيس الاحتلال الصهيوني للقدس ومطاردته للمرابطين والمرابطات يهدف لفرض سياسة الأمر الواقع ولتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا. تهويد مدينة القدس المحتلة وإقامة ما يسمى بالقدس الكبرى على مساحة 600 كيلومتر مربع، والعمل على تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج مدينة القدس، وإقامة وحدات سكنية استيطانية وتوسيع مغتصبات قائمة، مخططات ضربها أبو حلبية مثلا لمرامي الاحتلال الخبيثة ومآربه الإجرامية التي ما فتئ يسعى حثيثا لفرضها أمرا واقعا بقانون الغلبة وشريعة الغاب. أما النائب الأول بالمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر فقد وجه في كلمته بالمؤتمر التحية للنائبين العربيين أبي عرار وأحمد الطيبي لصدحهما بالأذان في جوف الكنيسة الصهيوني، مشيرا إلى أن إقرار قانون إسكات الأذان محاولة يائسة، ومهيبا بالمجموعة العربية والإسلامية في المؤسسات الدولية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات الصهيونية بحق القدس من خلال تشكيل فريق عمل قانوني محترف والعمل على رفعها لمحكمة الجنايات الدولية بهدف محاكمة قادة الاحتلال.
يذكر أن أعمال مؤتمر القدس العلمي تقدم على مائدة الطرح خلال جلسات ثلاث أبحاثا علمية أكاديمية محور دورانها أبعاد القضية المقدسية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن مسيرات المنتدى لا تؤثر على أجندة الحكومة وإن نتائج الحوار ستطبق. وزارة البيئة والتنمية المستدامة ومركز الأمم المتحدة للأبحاث ينظمان ورشة تكوين بنواكشوط حول جرد مادة الزئبق. المباني الإدارية بولاية تاغانت أبرز آثار المستعمر الفرنسي بالمنطقة وذاكرة الشعبية تحتفظ ببعض التفاصيل. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرتي على الشاشة. دمتم في أمان الله.